الرئيس مبارك كان مفاجأة بالنسبة لنا. الرجل برضو عايش حياته يخدم في وطنه من 81 لغاية حتى 2011 حتى ما قامت ثورة 25 يناير. الرجل ما بخلش عن مصر بأي حاجة، في حرب، في سلام، في أي ما دخلش مصر في أي معارك سياسية ولا حرب ولا. كان راجل سلمي، كان بيحل المشاكل كلها بتاعتنا بالطرق الشرعية، والله يرحمه والبقاء لله. طبعا هي في جدال حصل فعلا واحنا قاعدين في المكاتب ما بين الجنازه تكون عسكريه او شعبيه، بس انا افضل انها تكون جنازه عاديه جدا عشان برضه في بعض من الشعب كان مكبت ايامي وفي من الشعب بيؤيده، فالافضل انها تكون جنازه عاديه جدا علشان خاطر الشعب مش اكتر.